السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من تصميم وتنفيذ وديكورات مطبخ بالطريقة الحديثة داخل كومباوند رميرة مدينة الواحة الحي العاشر مدينة نصر. بفضل الله سبحانه وتعالى هنا المطبخ قريب من الريسبشن، فكان طلب العميل هو يكون امريكان مفتوح على الريسبشن. طبعا المطبخ الامريكان بيتطلب متطلبات صعبة شوية، اللي هي بتحاول تحقق المعادلة اللي هي عندي يكون مثلث حركة ويكون عندي ثلاجة وغسالتين ويكون عندي حوض ويكون بوتاجاز وميكروويف وقطع تخزين. موضوع تاني بيبقى الموضوع كبير شوية، فاللهم لك الحمد، ربنا وفقنا واجتهدنا وعملنا اللي ربنا قدرنا عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. مبدئيا هنا كده حضرتك اقفل الباب لو عايز. هنا الباب بتاع الدخول طبعا وسعناه شويه عشان نعمل رخامه البار بتاعتنا، عرضها 30 سم. بعد كده حطينا بوتاجاز، سيبنا 20 سم فراغ. بعد كده حطينا حوض زي ما سيادتك شايف كده. بعد كده لفينا بالرخامه، الحرف دي كلها رخامه حرف ال. حطينا سخان غاز عشان يبقى بمدخنه على بره، وحطينا غساله ملابس وغساله اطباق، وحطينا في الظهر هنا كده الثلاجه بتاعتنا. وهنا قدام مني هنا هتصور البار ده كده، شلنا الحائط وعملنا البار بتاعنا يبقى امريكان مفتوح على الريسبشن. اداني الوظيفه اللي انا عايزها وكل ما شابه الى ذلك. ده كان بالنسبه لي الديكور، ووسعنا فتحه الباب شويه عشان اللي داخل يبقى داخل مستريح معانا. بالنسبه كسباكه، اول حاجه حضرتك بالطريقه الهندسيه الصحيحه انك تحدد الخيط بتاعك او الليفل النهائي بتاعك للبؤج اللي هو وش الحائط الجديد، عشان خاطر ما الاقيش الكعان ام سني بتاعتي داخله الحائط او خارجه الحائط وبتعمل لي مشاكل تسريب فيما بعد، عشان احافظ على التسريب. طبعا عندي هنا ده محبس خاص بالمطبخ لوحده، ملوش علاقه باي حد. هنا صرف الحوض 3 بوصه خارج على بره على طول. عندي هنا حنفيه اللي هي بتاعت الفلتر، وسخن وبارد ليه الحوض، دليل تقطير عشان خاطر لو عندي مشاكل تسريب اذا لا قدر الله. بيبه 75 سنتي من هنا مع 75 سنتي من هنا عشان تبقى جايه في التقاء الكورنر مع التقاء الوحدتين. سخان غاز، غساله سخن وبارد بالصرف بتاعها، والغساله الثانيه سخن وبارد بالصرف بتاعها. طبعا عاملين محددين الخيط بتاعنا عشان خاطر يبقى محدد الليفل النهائي وما يبقاش الكعان بسن بتاعتي داخله داخل الحائط. عملنا عزل بفضل الله سبحانه وتعالى، وعملنا طبقه الحمايه فوق العزل، بتبقى طبقه قليله جدا عشان ما تعملش تطبيل وتطبل مع العزل وتعمل لي مشاكل بعد كده. ارجو من اعجابكم، وان شاء الله باذن الله تابعونا في كل مجيد وحصر في عالم السباكه. مع محمد صلاح ابو علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.